شوف خد العب في دي يا مر ثواني على جماهير النادي الاهلي. انا ضربة حرة الجماهير جمهور الاهلي ولكم ما تسمعونا حسكم جمهور الاهلي يقول لكم ما تسمعونا حسكم سمعونا. ليه بتعملوا مع الاهلي كده؟ مش عايزينه يعمل لائحته ليه؟ مش عايزين ترجعوا الجماهير؟ واقفين ضد الاهلي ليه في كل حاجه؟ بتتامروا على مجلس من اول يوم نجح ليه؟ شمال تقولوا يمين؟ اعلام دوره غريب وخصوصا اللي انتوا حضراتكم شفتوه. فسمعونا حسكم قولوا لنا بتعملوا كده ليه مع النادي الاهلي؟ هي دي الفكره. الشاب اللي زي ده الصغير اللي لو شفتوا حزن وغضب وتلخص الجماهير المحترمه قلت لكم اصغر ما فينا راجل ما بيخافش. فمن هنا جمله اخيره، رجعوا الشباب الصغير ده يبقى عنده انتماء لنادي اللي بيحبه، ولما يبقى عنده انتماء لنادي اللي بيحبه هيحب وطنه بالطبع. رجعوا الشباب ده يروح يقول اهلي ويمسك العالم ويشجع ناديه ويسافر وراه. رجعوا عنده هدف افضل، خصوصا اللي اتقال لنا 2017 و18 و19 و20 عام الشباب. يبقى ادعم الشباب مش احبس الشباب. والقانون يطبق على الجميع يا سيادة الوزير زي ما حضرتك قلت لنا. يطبق على الشيخ زايد ويطبق على اللي يغلط. والتهديد وبلنت الاختبار مش هتمشي مع الاهلي. والتهديد وبالونه الاختبار واستقطاب الاعلاميين والصحفيين، لان احنا عارفين ان ده موسم، والموسم بيبقى اللي بيعيش فيه اللي عنده ضمير، واللي بياكل السم في الاخره هيبقى نار جهنم، هيبقى نار جهنم. وانتوا فاهمين عايز اقول ايه. حطوا وراك التقيل، لكن في ربنا قدام عينينا شايفينه وبنعمل بكلامه وهنفضل نعمل بكلامه. اطلع فاصل سريع وبعدها استقبل السفير نور عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاسبق وارجع لحضراتكم.